نسيت انه انا مشتريه تنوره جايز. ربطت شلون مكان something so weird بس كلش احتريت. شوفي تعرف فزان قلت اريد اجرب اريد اجرب بس الصراحه افتحها وياكم. Hello guys, welcome back to my channel. طبعا اليوم راح اسوي وياكم try on haul من Fashion Nova مثل ما قلت لكم بالفيديو الفات لان وصلوني هذولي جديد واني كنت موصية عليهم. طبعا already فتحت الكيس وشفت انه كل الاشياء الايتمز اللي وصلت عليها واصلتني ماكو فد شيء وصلت عليه وما اجاني. So that's good. اليوم راح اسوي وياكم try on haul. التراي اون هول معناها اجرب وياكم الهدوم، طبعا راح اجربهم والبسهم لاول مره فما اعرف شو راح يطلعون علي. طبعا اختاريت فاشن نوفا لان اسعارهم كلش مناسبه، يوصلون كلش بسرعه واتصور يوصلون لكل انحاء العالم بس I'm not sure، يمكن اي يمكن لا. وطبعا الجديد هنا لا تنسون تسوون سبسكرايب جوا، واذا راح تحبون هذا الفيديو thumbs up. خلي ابلش باول شيء، طبعا هو هذا التي شيرت اول واحد كلش حبيته كلش سمبل، وطبعا القياس اللي اخذته اكسترا سمول حتى يكون كلش ضاب علي لان يعني انا احب البس سوات بانس وجينزات شويه عريضه مو كلش ضيقه او حتى تنانير ما ادري هيك احب انه يكون ضاب شويه، فحبيت اخذه شويه اكسترا سمول وبصراحه كلش حبيت الفت عليه والفانيله بصراحه كلش زينه يعني اتس نوت ايفن سي ثرو. طبعا هذا الباندو توب كلش حبيته وصار لي فتره دا ادور عليهم، اشتريت اني باندو حولت اسويها بس كل شويه ينزل، هذا كلش حبيته لان صاير هنا بي رابر فمن راح البسه يمكن ما راح ينزل فخلي اجربه وارجع لكم. وطبعا اكيد مو للكل، اكو كوم عالم بالنسبه لهم هذا انه وات ذا هيل. طبعا صعب لان شويه راد لربط من ورا واني ما دا اقدر اسيطر على هاي الربطه فربطت شلون ما كان. كلش حبيته وخاصة انه هنا اكو رابر فهاي مستحيل راح تنزل، ما ادري كلش حبيته. طلبت من عندهم هذا الجينز قياس واحد، ما ادري اذا كان اصغر قياس لو لا، بس خلي اجربه يمكن يطلع حلو ويا هذا البلوز. ويا الجينز طلع هم حلو بس انا احب اتصور الجينز يكون شويه لو ويست اكثر يطلع احلى حتى ما تاخذ من رسمه الباندو، الباندو تبين رسمته اكثر والقصه مالته تبين اكثر اتصور لو كان الجينز شويه لو ويست. هذا الجينز كلش حبيته بس الفتشي الوحيد اللي ما حبيته بهذا الجينز انه كلش عريض منانه. فهاي من هنا لازم اصغره هيجي حتى يصير زين علي فلازم اوديه للخياط، هذا الشيء الوحيد اللي ما حبيته بهذا الجينز بس باقي كلش حبيته. وحبيت طوله لان الطول مالته ويا الانكلز مالتي فشويه تبين من الجوارب، واذا البس حذاء عالي شويه هم يبين لان ما يغطي البنطلون شويه صار قصير ويا الانكلز مالتي كلش دا احبه وصار ستريت فيت. اشتريت هذا الشورت اللي صاير مثل البرمودا معناها شورت طويل وصاير ضاب على الجسم وهاي ويستد فراح اجربه واجرب وياه هذا التي شيرت. طبعا كلش حبيته لان اتس 100% كوتن فراح يكون كلش مريح، خلي اجربهم سوا وارجع لكم. كلش حبيت هاي البرمودا اللي انت تشوفون شويه طويله، انا احب تكون شويه اقصر بس اتس اوكي okay. يعني حلو يكون عندي اشياء مختلفه فراح احب اخليها شويه يمكن طويله ودام امل من عندها اقدر دائما اقصرها بس هسه حابه هذا الطول. كلش حبيتها ويا هذا التي شيرت يطلع هيجي كلش حلو، اتس ا كونسرفيتيف لوك بس كلش حبيته. شنو رايكم؟ انا كلش حبيته. بعد شنو عندي؟ طبعا اشتريت هاي الجيرزي لان مكتوب عليها 95 اللي هي مواليدي 1995 فكلش حبيتها، مكتوب عليها هاسل 95 فخلي البسها واجيكم. انا كلش فخوره انه لقيت واحد مكتوب عليه 95 لان صار لي فتره كلش وايد ادور 95. يا اقولون صغيره I know it's so sad but whatever makes me happy. ويا السويت بانس يطلع كلش حلو فكلش حبيته. بعد شنو عندي؟ very 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 simple خلي البسه واجيكم. كلش كلش حبيته لان كلش مريح باللبس هيك مطاطي، وطبعا اهم شيء اتس نوت سي ثرو. كلش حبيته يطلع كلش حلو هم ويا السويت بانس واصور ويا جينز هم يطلع حلو.
هيجي يطلع ويا الجينز، هم حبيته، حبيت الالوان مالته ويا الجينز يطلع هم كلش حلو، بس اتوقع ويا جينز افتح يطلع شويه احلى. طبعا الجينز لازم اصغره من هنا حتى يطلع بيرفكت. بعد عندي هذا هم تي شيرت فيري سمبل مكتوب عليه بيبي جيرل، طبعا اي لاف ذس بيبي جيرل، كل شيء مكتوب عليه بيبي جيرل اريده بصراحه لان كلش احب اقول بيبي جيرل. طبعا تي شيرت كلش حبيت الفيتنج مالته بس شويه خفيف مثل ما تشوفون لان اني لابسه برا اسود ومثل مبين مالته الخيال ف سي ثرو بس حبيته اني. نسيت انه اني مشتريه تنوره جايز، خلي اجربها ويا هاي التنوره، ما ادري اذا راح يطلع حلو لو لا بس نجرب. طبعا ما توقعت احبه ويا التنوره لان اثنيناتهم ضابات بس كلش حبيت اللبسه، ما ادري انه It's so cute وخاصة ويا بوتين تطلع هيجي كلش نايس. Good yes yes حبيتها. Can't wait انه انزل صور على الانستغرام لان هاي القطع ولا وحدة جربتها ولا وحدة لبستها، قلت لازم ينزل الفيديو يلا انزل القطع على الانستغرام وهذا اللي راح يصير. So I can't wait انه تشوفون الفيديو حتى finally اقدر البسهم وانزل صور على الانستغرام. اوكي خلينا نشوف بعد شنو عندي. هذا التوب صار لي كلش هواية عاجبني هذا الديزاين واريد اجربه ف let me try it guys. طبعا كلش حبيت التوب بس خلي اروح البسه ويا جينز اصطبر يطلع احلى، ما ادري خلي اشوف. حبيته ويا الجينز بس عاجبني يمكن البسه ويا الاسود يطلع احلى، ما ادري خلي اجرب واشوف. يعني two different vibes عرفتوا شلون؟ يعني هذا انه it's a vibe ويمكن اذا احطه ويا الشورت it's a different vibe احس. اكتبوا لي اي واحد احلى، هيجي لو هيجي، شو رايكم؟ انا حبيته هيجي اكثر بصراحه، ما ادري حبيت الالوان اكثر بهاي الطريقه. القياس اللي ماخذته بهاي البرموده هو سمول، كلش حبيتها لان كلش مطاطيه، ما ادري كلش مريحه، احس يعني كل شيء اقدر اسوي بيها وما ادري يعني اتس فيري ستريتشي من هذا الجينز ستريتشي وتخين بنفس الوقت. طبعا راح تشوفوني كل شيء هواي لابستها ويمكن في يوم من الايام تشوفوني شويه مقصرتها، I don't know what's gonna happen، يمكن احط عليها بليتش، بس راح تشوفوها كل شيء هواي لان كلش مريحه. طبعا اشتريت هاي الجاكيته، خلي افتحها. اشتريتها كانت على السيل واني قلت اكيد راح احتاجها على الشتاء الجاي لان عندي اصور اثنين جلد وقصتهم اثنيناتهم مو مثل هاي القصه. هاي الجاكيت الجلد كلش حبيته، خلي البس لكم اياه، طبعا كلش يطلع حلو ويا هاي اللبسه هم. طبعا هاي الجاكيته صحيح انه جلد بس احس تقدرون تلبسوها all year round لانه مو كلش ثخينه، يعني شويه خفيفه، تقدرون تلبسوها بالشتاء، تقدرون تلبسوها بالصيف اذا تكون شويه اكو هواء بالليل لان مو كلش ثخينه فتقدرون تلبسوها طوال السنه you know. حبيتها كلش. I'm so happy. We still have some things. عندي هذا الفستان. الفستان شوية صعب باللبس وبصراحة بس كلش عاجبتني ألوانه لأن أبد 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 ما عندي هيجي شيء. أوه يا أم سو إن لاف، كلش حبيته، ما أدري كلش هواية فشي يعني جديد علي، ما شايفيني ألبس هيجي أشياء أنتو. هذا كلش كيوت، I'm loving it I'm loving it I'm loving it guys. بعد أصور مشترية أني هم فستان ثاني بس الفستان الثاني مشتريته كلش بسيط دقيقة. هذا هو الفستان الثاني اللي هو عبارة عن فانيلة بيضة طويلة، طبعا حبيته كلش هواية مثل ما توقعت، القماش مالته صدق فانيلة وكلش احب اني هاي النوعية من القماش من تكون صدق عبالك فانيلة وهيجي الفايب مالتهم كلش حلوة، اتس ا ديفرنت فايب، فكلش حبيت التكستشر مالته بس احس شوية سي ثرو يعني تقدرون تشوفون من خلال القطعة فلازم تختارون الملابس الصحيحة تلبسوها جوا، بس اني ككاملة كلش حبيته. I like it خاصة والتني شوز هم يطلع كلش حلو، يعني مثل هيجي حذاء يطلع كلش حلو وسمبل. بعد عندي هذا الشيء اخر شيء اشتريته، هذا اكثر شيء يخوف لان هذا صاير قطعة كاملة. جايز طبعا كلش حبيت هاي الجامبر لان القياس از بيرفكت، اخذتها اكسترا سمول وصايرة كلش مقسمة هيجي على الجسم، كلش حبيتها وهذا الحزام اللي صاير بالنص احسه هيجي يعطي خصر اكثر فكلش حبيت هذا الشيء.
ما ادري حسيت حتى من نانه هيك مقسمه الجسم ما تصير عدله. المشتري جامبرز يعرف انه مرات الجامبر من تشتروها ما تكون مقسمه على الجسم، يعني خاصه من صفح تكون مثلا هنا هيك يجي القماش نازل عدل، هذا لا يجي هيك هاجز ذا باري يعني يحضن الجسم، عرفت شلون؟ ما ادري حسيت هاي القطعه صدق راح البسها وراح استفاد من عندها، وما عندي هيك شيء ابد يعني ابد ابد، اول مره اشتري هيك قطعه تطلع بيرفكت علي. I'm so happy. طبعا دا اجيب كرسي حتى احكي وياكم واسولف حتى نحكي عن القطع وكل شيء. اوكي نحكي عن القطع، مثل ما شفتوا القطع اللي اشتريتها اكثرها كلش هوايه حبيتهم صراحه، ما عندي اي مشكله باتجاههم، ما راح ارجع اي شيء، بس يحتاج لي تعديل للجينز مالتي حتى اعدله من الخصر. ويا ذاتس ات جايز، اتمنى انه حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي. طبعا انا كل شويه حبيت انه اجرب الهدوم لاول مره وياكم وطيتكم فكرتي عن الهدوم، ومثل ما شفتوا اول مره اجربهم، كل شيء جربته هسه وياكم اول مره وكلش حبيت هاي التجربه. بصراحه انا يعجبني اجرب الهدوم اول مره واصورهم، لان احس انه اول ما اجرب القطعه راح افكر بكوما اشياء، شنو اقدر البسها، شلون اقدر البسها، وراح اشوف انه اذا حلوه راسا على جسمي لو لا. شايفين من تحطون قطعه راسا على جسمكم، راسا تحبوها، واكو قطعه لا تحطوها على جسمكم تقولون انه اكثر القطع اللي اشتريتهم صراحه كلهم عجبوني. طبعا القطع كليتها اني مشتريتها من فلوسي، فما عندي ديسكاونت كود لكم، بس فاشن نوفا راح اترك لكم الويب سايت مالتهم، دائما يكون عندهم سيلز يعني 24 ساعه عندهم سيل، يا اما 30% يا اما 20%، فدخلوا على الويب سايت وشوفوا شنو السيل مالتهم وتقدرون تستخدمون هذا السيل، يعني اني دائما هيك اسوي. ذاتس ات جايز، اتمنى تونستوا وياي هذا الفيديو وحبيتوه. اللي بعده ما مسوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب هنا، واللي حب هذا الفيديو واستفاد من عنده وتحبون هيك فيديوهات اكثر سووا لي ثامز اب، وكتبوا لي بالكومنتس جوا شنو المواقع اللي تريدوني اجربها. جايز انا احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي.